الناقد الرياضي الكبير بالأهرام دفن العزيز في حلقة اليوم يا أستاذ محمد. أهلا بيك. أهلا بك يا أستاذ أمير، وأهلا بالسادة المشاهدين. نورنا دايما. ربنا يخليك، ده نورك. رأيك كيف موضوع كورونا؟ لا هو طبعا يعني طبقا لتصريحات الناس المسؤولة في مصر، وإحنا طبعا لازم ناخد بأولي الأمر منكم. طبعا. فالكل يعني اكد ان مفيش خطوره حتى الان، الحمد لله. يمكن اللجنه الاولمبيه اكدت الكلام دوت، واتحاد الكوره، والامور ماشيه على ما يرام يعني زي ما بيقول. وانا شايف ان مفيش اي قلق بالنسبه للموضوع، وكويس ان لحد دلوقتي مباراه بدون جمهور. يعني مفيش حتى تنويه ان المباريات ممكن ترجع بجماهير. لكن طبعا قصدك ان كده كده الدوري المصري من غير جماهير، بدون جمهور اصلا، بدون تكدسات، وبدون الحاجه اللي تخوف يعني. بالظبط. طبقا لمنظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه عندنا في مصر، قالت ان الـ الـ الامور ماشيه كويس، ولكن في تاكيدات ان ما بين طبعا اكثر من 100 مليون مصري، تقريبا حوالي 50 واحد، ده اللي تردد يعني، ولكن مش بشكل رسمي. حوالي 50 حاله، قصدك 59 بالظبط. يعني في الخمسينات يعني. وده طبعا منهم 12. بالظبط. يعني الحمد لله طبعا، عقبال الباقي ان شاء الله. واعتقد ان مصر امنه يعني في الموضوع ده يعني. الحمد لله. مش زي ايطاليا مثلا، ايطاليا الدنيا بايظه خالص. طبعا. لا، في اوروبا كمان في تكدسات، انت عارف برضه في اكتر من اتحاد واكتر من بلد قالت لك حتى المباريات بدون جمهور. فده المفروض يعني. لكن الاجراءات لحد دلوقتي اجراءات طبيعيه، يعني مثلا النهارده كان في بيان من وزاره الشباب والرياضه، وبعدين بيان من اتحاد الكوره ان المباريات هتتلعب بدون جماهير، لكن النشاط ماشي بشكل طبيعي طبعاً. والدنيا تمام. كمان اللجنه الاولمبيه بعد اللغط اللي حصل بعد بيان وزاره الشباب والرياضه، ناس كتير كتبت لك قالت لك ان اللجنه الاولمبيه بتكتب بيان دلوقتي خلاص عشان توقف النشاط في مصر. طلع نفي من المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه. وده ضروري. انا مش شايف ان الموضوع واخد اكبر من حجمه، وفي نفس الوقت يعني ما فيش حالات يعني انها تقلق بشكل كبير. تجمعات، وسواء في المدارس، حتى ما فيش حالات في المدارس يعني لحد دلوقتي. يمكن الحالات كلها ناس كبار السن، كبار سن واجانب يعتبر. بالظبط كده يعني. لكن كمصريين ما ثبتش حاله يعني بشكل جازم، حتى اللي شافه بسرعه يعني. فلا، انا ان شاء الله باذن الله طمن ان شاء الله يعني، ان شاء الله الدنيا خير باذن الله تعالى. طيب، عايز اخد تقييمك بقى للاهلي، بخلاف موضوع كورونا ده اللي بيشغل الناس كلها في الحقيقه. لكن الاهلي الفتره اللي فاتت رايك ايه بالتحديد بعد ما تخطى عقبه سان داونز، اقوى عقبه في بطوله دوري ابطال افريقيا على الاطلاق؟ طبعا. وبالتحديد كمان فيما يتعلق باستعداده لمباراه الغد، خلينا ناخدها واحده واحده كده. رايك ايه في الفتره اللي فاتت بالنسبه للاهلي؟ بص، هو طبعا كان هناك اجماع ان الاهلي المحلي يفوق تماما الاهلي الافريقي، والمقوله دي طلعت صحيحه او طلعت واقعيه؟ بص، هو كان في البدايه في البدايه واقعيه، ولكن مع الوقت ثبت ان الاهلي بقياده فنيه، بقياده فايلر، قدر يقرا الطالع زي ما بيقول، او يقرا الموقف، او يقرا الفرق الافريقيه، او الانديه الافريقيه، او فقدر يحط ايده على الداء زي ما بيقول. طيب، موضوع الجزئيه دي، ان الاهلي المحلي غير الاهلي الافريقي، واقعيه، ايه السبب اللي خلاها تبقى واقعيه؟ مثلا الاهلي لعب مع النجم الساحلي، خسر 1-0، كان متسيد اللقاء بشكل كامل رغم النقص العددي من اول المباراه. الاهلي بعد كده لعب مع الهلال، كسب 2-0، لعب مع بلاتينيو، كسب، راح هناك اتعادل، هي دي المباراه اللي الاهلي ما كانش حلو فيها طبعا على الاطلاق. بعد كده لعبت مع النجم، كسبت، وكنت هتكسب الهلال كمان في السودان، واديت مباراه كبيره. اذا ليه كان بيتقال ان الاهلي المحلي غير الاهلي الافريقي؟ ليه بقى؟ انت لسه بتقول ايه؟ بتسرد نتائج اهو. الاهلي اتعادل واتغلب في الماتشات الافريقيه، بس في امور فنيه واضحه ان الاهلي كان ما كانش وحش. لا، ما انا المشاهد او المتفرجين بيلعبوا على الوتر العاطفي. يعني النتيجه اهم اصلا. النتيجه. لما الاهلي يعود جماهيره انه يكسب وياخد الفول مارك في الدوري، يبقى الاهلي ما فيش حاجه اسمها بقى محلي وافريقي. لا، يبقى لازم ياخد الفول مارك افريقيا. اصعب طبعا، اصعب بكتير. واحنا قلنا الكلام ده. لا، وقلنا كمان ان المستوى في الانديه الافريقيه اقوى، الدوري عندهم اقوى من الدوري هنا في مصر، لكن
يبقى ده دليل على ان الاهلي لما بدا يعمل نتائج معاهم وبدا يعتلي القمه وبدا يخش في السيمي فاينل بدا يخش، لا الاهلي بياخدها ستيب باي ستيب. ده دليل على ان فايلر ما كانش في البدايه، خلينا واقعيين وخلينا منطقيين. وجهه نظر حضرتك مش مشكله، اتفضل. ما كانش لسه دارس الاجواء الافريقيه كويس، تمام، ما كانش دارس المنافسين بشكل كبير، وكان بيلعب برده بيعمل روتيشن كتير في المباريات الافريقيه، ودي المباريات الافريقيه بالذات لازم محتاجه ثبات في التشكيل اكتر منه يعني على الاقل. بس هو استمر في السياسه دي على فكره، يعني هو استمر في السياسه دي، وفي الاخر الاهلي قدر ان هو يوصل نصف النهائي. قدر لان هو كان عنده رؤيه وعنده وجهه نظر كويس وعنده وجهه نظر فنيه، شايف للمستقبل، يعني شايف رد الفعل قبل الفعل، يعني شايف فيما هو ابعد من اللي الناس شايفاه كويس. فده طبعا ده يدل على انه مدرب محترم كويس. متمسك، طالما متمسك برؤيته الفنيه وبادارته للامور، لا يبقى هو كده فعلا اثبت ان هو مدرب كويس. خلاص هو خد الفول مارك بالمستوى المحلي، لا وبدا ياخد يوصل للفول مارك في المستوى الافريقي، وبدا يحقق طموحات جماهيره قبل ما يحقق طموحات ذاته، لان هو فايلر جاي يحقق طموحات ذاته عشان تنعكس على طموحات النادي الاهلي اللي هي منطقيه. طبعا. انه بيلعب على البطولات وعلى منصات التتويج، لا يقبل سوى منصات التتويج اي حلول كويس. فبالتالي لا قدر يقرا كويس قوي، قدر يقرا المنافسين، قدر يقرا المسابقه نفسها، ان يقدر يخش في اجواء المسابقه نفسها بالظبط يعني. بالظبط. فبالتالي لا هو كده يبقى مدرب محترم جدا، ومهما اختلف عليه الناس ومهما اختلف، وحتى يعني مع احترامنا لارائنا احنا كقاد رياضيين، مع احترامنا لاراء الخبراء نفسهم، تمام، ما فيش حد يقدر يحقق ذاته غير الشخص نفسه طبعا، اللي هو ادرى بامور فرقته، ادرى بامور بظروف فرقته. طب ليه ما تلعبش فلان وتلعب ليه محمد هاني يلعب واحمد فتحي ما يلعبش، او العكس، ليه وليد سليمان ما يبداش، ليه حسين الشحات وقفشة، لا الكلام ده كله هو قاري كويس قوي وشايف كويس قوي، لانه في الاخر هو اللي هيتحاسب. طبعا هو اللي هيتحاسب. هل زي ما قال الناس الاهلي الافريقي المحلي غير الاهلي الافريقي، ولا المعادله الاثنين هتمشي صعبه؟ طبعا دي اصعب معادله، بدليل ان النادي الزمالك دلوقتي في البدايه لا كان محلي ولا كان افريقي. دلوقتي اصبح الزمالك الافريقي وخلاص، رمى الفوت، قال لك الدوري شكرا بدري. لكن النادي الاهلي لا، ما يقبلش. النادي الاهلي عايز يحقق المعادلتين مع بعض بالظبط. النادي الاهلي المحلي بجماهيره العريضه، والافريقي باعتبار نادي القرن، وهو اكتر نادي حصل على البطولات. ده امر مهم، وفي الحقيقه نتائج كلها ايجابيه. يعني الاهداف كلها بتتحقق لحد دلوقتي. طبعا الهدف الاساسي هو ان انت تكسب البطوله في الاخر، سواء محليا او افريقيا. لكن الدلائل كلها بتقول ان انت ماشي بشكل مميز، بالتحديد المدير الفني مستر ريني فايلر. بالتالي هل بتشوف ان عقبه صن داونز دي كانت اقوى عقبه فعلا افريقيا؟ طبعا. بص، دائما ما تكون العقبات النفسيه اقوى من العقبات الفنيه. النفسيه طبعا، عشان نتيجه السنه اللي فاتت يعني. طبعا انت ممكن تستفيد من اخطائك الفنيه وتلعب عليها وتلعب على معالجتها عشان تقدر توصل اللي انت عايزه، لكن كون ان انت تخرج من العقبه النفسيه لا، دي الاصعب بقى. ده الاصعب. وبعدين وخصوصا لما تكون انت بطل، لما تقع تتهز هزه، لان البطل بيتهز هزه عنيفه بس بيرجع اقوى. يعني قصدي حضرتك ان مباراه صن داونز كانت صعبه نفسيا وفنيا جدا من ناحيتين. يعني من ناحيتين، انا بعد المباراه الاولى اللي قال كسب فيها 2، الهدف الثاني كان من ركله الجزاء، فرحه هستيريه لعيبه النادي الاهلي. انا قلت الفرحه دي فرحه بطوله، ده انت فرحه، انت كسبت نفسك، خرجت من ذاتك، انت خرجت من العمل النفسي. كون ان انت تكسب 2-0 يعني معنى كده الاهلي لا ستوب بقى، ما تغلبش 3 هناك. فالاهلي بس الفرحه كانت عاديه برضه. لا كانت فرحه جامده، فرحه جامده جدا، فرحه واحد حسم المباراتين، واحد حصل على بطوله. عشان اهميه النتيجه قصدك يعني؟ اهميه النتيجه. اهميه النتيجه. مش الاهلي ما بيكسب بالظبط يعني، الفرحه بتبقى عاديه. لكن كون ان انت تخرج وتتغلب على نفسك عشان صعوبة المنافس، صعوبة يعني المنافس. صعوبة المنافس ان انت تكسب 2-0 مباراة الذهاب، ده كان نتيجة جيدة. انت خرجت من الكبوة، وخرجت من حاجات كتير جدا، وأهلتك نفسيا ان انت تلعب المباراة اللي هناك. لا ساعدتك كتير الأجواء، وخصوصا لما تكون انت بطل،
انت متسم بالبطوله. النادي الاهلي متسم دايما بمنصات التتويج. فلما يخرج ويستعيد بقى ويصالح جماهيره بالشكل ده، ان هو اللي سبب له الجرح العميق ان يكسبه بالخمسه وانه يتيح به السنه دي بالشكل ده، لا يبقى هو يعني انا في اعتقادي انها فرحه تعاد البطوله يعني. ومن حقهم يفرحوا الفرحه دي. مجرد طبعاً خطوه في مشوار الاهلي. ما ده عنق الزجاجه، مش عنق زجاجه بس، ده عنق صناديق زجاجه زجاج زي ما بيقولوا. انك انت تخرج بقى هتديك الفرصه، وخصوصا لما انت تقرب بقى، لما تقرب من البطوله وتعتبر ان اللي انت قطعت بيه ده هو كان ابرز واقوى المنافسين ليك. بالظبط. لا ده يديك الادفانتج اكتر ويديك الفرصه اكتر. بالتالي دي النتائج الايجابيه لما بعد نتائج صن داونز. طبعا طبعا دي هيبقى ليها اثر ايجابي على البطوله المحليه كمان. طبعا طبعا انت عايز البطوله المحليه تنهيها بسرعه. حلو. تنهيها بسرعه كبطل بسرعه. ليه؟ لان انت داخل برضه في اجواء ثانيه، مش عايز تستهلك لعيبتك. كويس. مش عايز تستنزف لعيبتك في البطوله المحليه عشان تتفرغ حتى للبطوله الافريقيه عم تقول. طيب بكره الاهلي عنده ماتش مع سموحه في فتره ضيقه جدا، لكن في نفس الوقت المباراه دي هتعني الكثير بالنسبه للنادي الاهلي من الجانب الرقمي. تعادل مستر مانويلز 17 انتصار متتالي. ذهن مستر فايلر ممكن يكون بيفكر في ايه دلوقتي؟ هل هيفكر في حته ان انا عايز اكسب 17 انتصار متتالي، ولا هيفكر بشكل عملي مثلا في حته ان انا ممكن اجازف باراحه بعض اللاعبين، لكن الاهم ان انا ما افقدش اللاعبين المهمين في الفتره لما بعد مباراه سموحه؟ انهي تفكير ممكن يلجا له مستر فايلر؟ لا ما احنا لسه بنقول ان النادي الاهلي عايز يخلص بسرعه. فايلر هيلعب بافضل خلي بالك في ضغط مباريات، في اجهاد لبعض اللاعبين. بص لو بصيت للنادي الاهلي هتلاقيه اكتر فريق عمل روتيشن. تمام. في لعيبته. يمكن لو بصينا لنادي الزمالك هتلاقي بقاله بالظبط اربع مباريات متتاليه بنفس التشكيل. كمثال يعني النادي الزمالك كمثال مثلا يعني. هتبص النادي المصري لا انا بتكلم على الانديه عامه. هتبص النادي المصري هتلاقيه بنفس التشكيل بنسبه 99%. تبص لسموحه هتلاقي نفس الموضوع. تبص البيراميدز هتلاقي نفس التشكيل، لكن اكتر فرقه عملت روتيشن هو النادي الاهلي. تمام. استعان بلاعيبه كتير، تغييراته كمان بتبقى بلاعب متالق في المباراه وممكن يغيره عشان يستعين بيه المباراه التاليه وهكذا. لا انا شايف ان فايلر مش في دماغه خالص عمليه تحقيق الارقام القياسيه. بقدر ما هو ماشي بنفس السيستم بتاعه، السيستم الفني والسيستم الاداري، ان هو بيستعين باللاعب المناسب في المباراه المناسبه، حتى لو اختلف الفقهاء فقهاء الكره وخبراء الكره معاه، هو برده ماشي بدماغه وفاهم هو بيعمل ايه، وعارف كويس قوي ان المحطات اللي هو عايز يتجاوزها ايه ويوصل لاني نقطه بالظبط. ده امر مهم. هنشوف مستر فايلر هيتعامل ازاي مع مباراه الغد امام سموحه. عندنا بعض الغيابات مثلا بتتمثل في ياسر ابراهيم واجايو كهرباء ايقاف. عندك كمان علي معلول بن زوجي مش هيكون جاهز باذن الله القايمه نلحقها قبل ما الحلقه تخلص عشان نقولها للجماهير. يعني الغيابات دي سياسه فايلر هتخلي جمهور الاهلي مثلا ما يحسش بالغيابات دي، اللي هي سياسه التدوير اللي احنا كنا بنتكلم عليها على مدار الموسم كله. ما اعتقدش، لان طيب على سبيل المثال هو ياسر ابراهيم ده مش كان قاعد؟ كان قاعد. رجع بقى لا رجع نجم من نجم النجوم. طبعا. وهيرجع يقعد تاني، يرجع رامي ربيعه بعد ما كان بيلعب وقعد هيرجع تاني وهيبقى نجم وهكذا. اذا هنا مفيش مش هيقف على لاعب. لا هيقف على لاعب ولا على مركز، بدليل ان انت عندك دلوقتي هو مجهز كل البديل في كل مركز. انت عندك دلوقتي ايمن اشرف. تمام. ما بيلعب باك ليفت. عندك محمود وحيد كمان وسرد باك ومحمود وحيد. هفتقد شويه لمجهود علي معلول. بس هو بسياسته الفنيه في المباراه يقدر بقى يطوع. يعني مثلا لو علي معلول بيلعب بيركز عليه بنسبه كبيره بالنسبه للتكتيك. طب ما لعبش يروح مركز على ناحيه ثانيه او لاعب ثاني وهكذا. لكن مش معنى ان انا لعيب عندي ما بيلعبش يبقى انا وقعت. لا هو بيبص للموضوع يقدر يغير ويطوع لعيبته لتكتيك تاني او خطه تانيه يقدر يؤدي بيها. يعني هل المدير الفني يا استاذ محمد في النادي الاهلي تحديدا بيبقى ملتزم بتعهدات معينه؟ يعني مثلا الدستور النهارده عنوان، يمكن انا غلط قول لي صح، ايه المدير الفني الاهلي يتعهد بتطبيق التدوير؟ طب ما اصلا هو اوريدي يعني هيتعهد لمين اصلا؟ لا ما تعهدش.
بص، هل ده كلام منطقي؟ لا 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 خالص. طيب في عنوان تاني برضو عايز اخد راي حضرتك فيه. في المسا مثلا بيقول لك مجلس الاهلي يضغط على فايلر لمشاركه كهربا وصالح جمعه، هل ده بيحصل في الاهلي؟ لا طبعا. يمكن انا غلط، قول لي. هو المفروض انه ما يحصلش في اي نادي تاني، فما بالك النادي الاهلي؟ خلينا في الاهلي. لا صعب، صعب جدا. طب الهدف من مثل هذه الاخبار، يعني مثلا كمان في المسا قال لك ايه، الشناوي يطلب الخلع للاحتراف الخارجي، من وجهه نظرك الهدف ايه يعني من الاخبار زي دي؟ بص، هو هدف تخميني اكتر. هو الصحافه اصلا ايه والاعلام ايه؟ استنتاجي يعني. استنتاجي. هو ايه، يستنتج كده شويه، يقرا سيناريو مثلا ما. بس برضه يا استاذ محمد، لما اجي استنتج لازم استنتج بطريقه منطقيه شويه، مع كامل الاحترام والتقدير لكل زمايلنا الصحفيين يعني. ما احنا واخدين عن الاعلام، الاعلام المباشر لا يؤثر. الاعلام المباشر لا يؤثر. لما مول قرر مجلس او قرر مثلا الجهاز الفني اختيار لعيبه كذا كذا، خلاص خلصت. لكن قرر مجلس او الجهاز الفني عدم اختيار، عارف عدم اختيار تؤثر اكتر من اختيار. فهمتني ازاي؟ او استبعاد فلان، الخبر هنا في الاستبعاد مش الخبر في الاختيار. الاختيار ده شيء طبيعي، شيء طبيعي جدا ان حسين الشحات وقفشه واجاييه كل دول يبقى في القايمه. لكن لما يجي استبعاد حسين الشحات من القايمه، هو ده الخبر. فاهمني؟ هو ده. لذلك في الاعلام بيدور على الاثاره، على الاثاره. بس في نفس الوقت لما اجي اقول خبر لازم يبقى خبر صحيح عشان يبقى عندي مصداقيه. ما هو بص، لو هيدور على الاخبار الصحيحه بنسبه 100% يبقى مش هيعمل اخبار. مش هيعمل اثاره قصدي. مش هيعمل اثاره. مش هيعمل اثاره انها تاخد وتدي مع الشارع. خلي بالك اقول لك على حاجه. هو ممكن يكون العنوان كمان غير المضمون. لو انت قريت المضمون. بتحصل كتير دي، عارفينها دارسينها كمان. فهتلاقي المضمون حاجه والعنوان حاجه، بس مجرد بيشدك بس. بالظبط. طيب بس احنا برضو دورنا ان احنا ايه، نوضح يعني. أكيد. للجمهور الاهلاوي في كل مكان. بالتالي مباراة الغد اكيد مباراة مهمة، لكن في نفس الوقت ضغط المباريات، انت عندك مباراة بكرة ومباراة يوم السبت، ازاي يقدر كمان مستر فايلر يتجنب لا قدر الله اصابات اجهادات، هقولنا من خلال سياسة التدوير، لكن هل سياسة التدوير كافية لتفادي مثل هذه الامور في ظل ضغط المباريات؟ لا طبعا. انت عندك دلوقتي، بص، عندك موضوع الاستشفاء ده هيتاخد فيه كورسات دلوقتي. تمام. انك انت تجهز اللاعب، تخرجه من الاجهاد اللي فيه، اهم من انك تديله لياقة بدنية. يعني انك ترفع لياقته دي سهله جدا. تمام. لكن كون انك انت تدخله في المود الفني والمود البدني، دي ده الاصعب. فبالتالي هو اللي هو جاي جهاز معاه اجنبي ليه؟ عشان ده، الامور اللي زي دي، عشان الامور دي. ان هو ما يقفش على دي وما يطلعش. انت شفت فايلر طلع في يوم من الايام بيشتكى من موضوع ضغط المباريات، او اشتكى من موضوع الاستشفاء، او لا، ما ينفعش، ما ينفعش، لان انا جايبك عشان دي. جايبك عشان انت شاطر في دي ومعاونك شاطر في الحقيقه. يا استاذ محمد بيتعامل مع كل الامور اللي بتواجهه، يعني اصابه لعيب مهم زي رمضان صبحي ما حسيناش بصراحه. طبعا قيمه كبيره واضافه فنيه ممتاز طبعًا. لكن الاهلي قدر ان هو يفوز ويتخطى مباريات صعبه كتير جدا، ابرزهم مباراتي سان داونز اللي هم اصعب مباراتين لحد دلوقتي. طبعا. تمام. ففي الحقيقه هو ناجح في الكلام ده، وما بيتكلمش في جزئيه اصلا انا عندي واحد مصاب، اصلا انا مش عارف حصل ايه، الكلام اللي احنا كنا ساعات بنشوفه في كل الاحوال يعني. فدي حاجه ايجابيه مستر طبعا ريني فايلر. بالتالي انا عايز اربط ما بين جزئيه مهمه جدا في الجانب المحلي والافريقي واخد راي حضرتك فيها. في بعض الاحيان كان بيقول لك ايه، مستر فايلر لحد دلوقتي ما مرش باختبار صعب فما اقدرش اقيمه. هل دلوقتي تقدر تقيم مستر فايلر بعد مباراتي سان داونز تحديدا؟ طبعا. طبعا. هل ده الاختبار الاصعب على الاطلاق اللي تقدر تقول خلاص طبعًا. فايلر اصعب اختبار خلاص مر بيه. انت كنت مستني من فايلر ان هو يحطك في منطقه بعيده بالنسبه للدوري. وحصل. تمام. وكنت مستني انك يعدي العقبات الافريقيه. تمام. بغض النظر بقى سان داونز او مش سان داونز، انك يعدي لك المرحله دي. تمام. طب ثم اصطدم بقى بالبعبع زي ما بيقولوا. لا هنا بقى تعالى نشوف هيعمل ايه. هيتصرف ازاي، لان انت دلوقتي التميز هنا انك تمر بمرحله او بمحنه، دي يعتبر محنه كرويه. لقاء سان داونز هو محنه كرويه. تمام. فكون انك تعدي، لا انت شاطر قوي ومذاكر كويس قوي وبتستعد لاي مباراه، وانك انت تعدي المحنه دي، لا انا اعتقد حتى لو لا قدر الله صدفوا بعض سوء التوفيق او عدم التوفيق، وده ممكن، او سوء الحظ، وده وارد في كره القدم. الكره دوره وغداره. أكيد. وده كلنا متفقين عليه، بس ده ما يمنعش ان هو وصل رساله لكل المتابعين
ان هو مدرب كويس ويقدر يتعامل، لان هو هو لعب مع منافسين متميزين جدا سواء على المستوى المحلي او الافريقي. لا وادى وادى في كل، حتى مباراه السوبر لا كان ادى، كان يعني يعتبر 90 دقيقه كان هو اللي هو ليه اليد العليا. فاذا هنا هتحكم عليه من دي، من الناحيه الفنيه دي، حكم قبضتك في المباراه ولا لا؟ ولا مجرد انك انت خايف فبتخطف جون وتدافع وتعمل الكلام ده؟ لا انت لحد دلوقتي لا هو ماشي، واعتقد ان هو تجاوز الاختبار الجماهيري، الاختبار النقاد، اختبار المدربين، اختبار الخبراء بنسبه متميزه جدا. طيب يعني السؤال هنا يا استاذ محمد، الدوري المصري ضعيف ولا دوري قوي؟ واللي بيخليني اسال حضرتك السؤال ده ان احنا عندنا ثلاث فرق مصريه في دور نصف النهائي في البطولات الافريقيه، اهلي زمالك دوري ابطال، بيراميدز كونفدراليه. في بعض الاحيان كان يقول لك الاهلي بيكسب اصل الدوري المصري ضعيف جدا. لكن انت في نفس الوقت بتلاقي ثلاث فرق زي دول موجودين في نصف النهائي بطوله دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. موجودين دلوقتي ليه؟ لما العجله زارت، لما عجله الدوري دارت تمام، واصبحنا دلوقتي في نهايه الدور الاول. اذا هنا الدوري المصري ما بيبانش ملامحه في بدايه الموسم. الدوري المصري تحكم عليه مع نهايه الدور الاول وبدايه الدور الثاني وانت طالع. تقدر تحكم عليه. هل هو الدوري ضعيف ليه؟ ولا هو تفوق من الاهلي؟ لا هو الدوري كان ضعيف في البدايه. تمام. خلينا منطقيين ليه؟ تمام. اولا الدوري بدا بسرعه والفرق ما خدتش الوقت الكافي للراحه من الموسم الماضي. ما عملتش فترات اعداد قويه، استعانت بلاعيبه ما خدوش عمليه الانسجام والانصهار مع بعض. اللي حصل مع بدايه من الاسبوع الثامن التاسع العاشر وانت طالع. فاذا هنا الدوري بعدين ما نقدرش نقول هو الدوري خلص عشان نقول الدوري قوي او الدوري ضعيف. امتى نقول الدوري قوي او الدوري ضعيف؟ لما خلاص نقترب من نهايته. لكن انت هتحكم على حاجه وهي شغاله؟ طيب اخيرا عايز اخد توقعات حضرتك للمباراه بكره باذن الله امام سموحه. لا النادي الاهلي هيمشي زي ما هو واعتقد ان اللي هو يعني هو الاقرب للثلاث نقاط باذن الله، ومع رغبه كل اللعيبه في الوصول الى المرمى سموحه وهز الشباك، واعتقد ان الاهلي اقرب للمباراه يعني باذن الله. استاذ محمد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. اشكرك شكرا جزيلا. استاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالاهرام كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا، اتكلمنا معاه في ملفات عديده. بكره باذن الله تعالى هنكون معاكم وكواليس من قبل لقاء الاهلي وسموحه باذن الله تعالى. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، وهنتابع مع حضراتكم لحظه بلحظه تحركات الفريق لاستاد القاهره الدولي لخوض هذه المباراه الهامه. كل التوفيق للنادي الاهلي، استنونا بكره في حلقه جديده من كافه الميديا. الى اللقاء.